السلام عليكم، جبتكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح نسير هاتف سامسونج اس 22. قبل نشوف سعر التليفون هذا نهضر عليه، ما تنساوش اشتركوا في القناة اذا مشتركين، ديروا لنا فيديو ناس قناتي تقفوا صح ديال ابوني. وين نبدا؟ نبداو باول حاجة الشكل تاع التليفون هذا واللي كيفاش داير الشكل تاعو. تقريبا الشكل تاعو ما تحسوش مبدل بزاف، مازالو شبه الشكل اللي كان من قبل الاس 21. بالنسبه للمواصفات تاع تيفون هذايا، يجي تيفون هذايا بكاميرا اساسيه 50 ميجا بيكسل، حجم الشاشه تاعو 6.1 انش. وبالنسبه للشاشه تاعو جي اموليد 120 هرتز. يجي بروسيسور تاع سامسونج لي هو الاكزينوس 2200، ويجي بنسخه رام 8، وباتري تاعو جي 3700 ملي امبير. بالنسبه للباتري تاعو شحال السريع تاعها 25 واط. و بالنسبه للالوان اللي يجي بهم التليفون هذايا، يجي بلون نوار بلون فير و غوز. هذا هو الالوان اللي يجي بهم التليفون هذايا. وبالنسبه للفرق الكبير بينه وبين الاس 20 بلس، اللي هو الفرق اللي تلاحظوا هو في الحجم، الشكل جاي من نفس الشكل. بالنسبه للتليفون هذا غير كيما بدا يتوفر، درت لكم بري تاعو نسخ ستوكاج جيب 128 و256. نجو السعر تاع التليفون هذا شحال تقدرو تلقاوه يدير هاد ليام. البري تاع التليفون هذا هاد ليام تلقاو السعر تاعو يدور 15 مليون، بالنسبة للنسخة تاع 8 رام 128 جيجا. هو هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم ويدفتكم به. كيما قلتلكم اشتركوا في القناة دوك شركين، ديرو جيم فيديو ناس متعيط قفو صاحبتي لابوني تلقاو فيديو جاي ان شاء الله. والسلام عليكم.